ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا بالله مروا كراما والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها ضحية وسلام (((حَسْنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدَ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُوا لزاما